بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينمايير، الرئيس الاتحادي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، اسمحوا لي أن أرحب بكم ضيفا عزيزا مرتين. المرة الأولى كأول رئيس لفخامتكم في زيارة مصر، ومرة تانية لأن فيه لم يزورنا رئيس لألمانيا على مدى 25 عام. وارحب بفخامتك في أول زيارة لمصر وكرئيس لجمهورية ألمانيا، أنتم الوفد المرافق لكم. الحقيقة الزيارة تمثل إضافة كبيرة ومهمة قوي لمسار العلاقات المصرية الألمانية، وانعكاسا لتاريخ ممتد من علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الدولتين والشعبين الصديقين. فخامة الرئيس، نحن تحدثنا ان احنا في مصر نقدر الشراكة وحريصين عليها وعلى تعزيز التعاون مع بلدكم، احتراما لدولة ألمانيا وللشخصية الألمانية اللي احنا بنعتز بيها وبنقدرها، وبنعتز ان انتم احد اهم اكبر الشركاء لنا في مصر. والحقيقة انا معظم المشروعات اللي احنا خلال السنوات اللي فاتت ديت كانت بمشاركة لشركات ألمانية مقدرة في مشروعات كبيرة زي مشروعات الطاقة ومشروعات النقل، وكان إسهام الشركات إسهام كبير ورائع ومقدر جدا من جانبنا. الحقيقة المشروعات القومية ديت كان ليها تأثير كبير جدا على في البنية الأساسية في مصر. وانا عارف ان هيبقى فيه وفد من الشركات ديت، واسمحوا لي ان انا ارحب بهذا الوفد، وانا حريص على ان التقي به واشكره على كل ما فعله خلال عمله في المشروعات اللي تمت في مصر خلال الفتره اللي فاتت. اسمحوا لي ان احنا خلال حديثنا مع فخامه الرئيس ناقشنا باستفاضه كثير من القضايا على المستوى الثنائي وعلى المستوى الاقليمي. على المستوى الثنائي احنا كنا بنتكلم على ان مهم قوي ان احنا نستمر في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين، ويمكن تشكيل آلية او بناء آلية او ايجاد آلية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين بقيادة او تحت اشراف وزيري الخارجية هيبقى اضافة كبيرة جدا في هذا الاطار. ثم تحدثنا ايضا على التعاون في مجالات مختلفة زي التعليم وبناء القدرات بين البلدين، وده أمر إحنا بنقدره وبنرحب به ومستعدين يعني نتحرك مع شركائنا في ألمانيا إلى أكبر حجم ممكن من الجامعات والمدارس، لأن إحنا محتاجين ده هنا في مصر. أنا هنا يهمني أن أنا أقول أن إحنا بنرحب بالشركات الألمانية للتعاون والاستثمار في مصر، وبأكد لهم أن مهم أوي أن أنتوا تبقوا متأكدين أن إحنا استثماراتكم مؤمنة ومحمية بشكل كبير جدا، وده التزام وأنا بأكده أمام إحنا تحدثنا فيه أثناء يعني نقاشنا الثنائي وحتى على مستوى الموسع، ولكن أنا بسجله هنا في مؤتمرنا الصحفي إن إحنا بنسجل أولا التزامنا بحماية الاستثمارات بصفة عامة والاستثمارات الألمانية، وأيضا المستحقات للشركات الألمانية، وضعا في الاعتبار وده أمر أنا تحدثت فيه مع فخامة الرئيس وبتحدث معكم فيه، لأنه مهم قوي إن كمان الناس تعرف إن إحنا على مدى 4 سنين تعرضت مصر لأزمات ضخمة جدا جدا هي مالهاش دخل فيها، هي ما كانتش سبب فيها، ابتداء من أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأزمة اللي موجودة حاليا بقالنا تقريبا داخلين على سنة فيما يخص قطاع غزة. حدودنا الثلاثة، أنا بس ده كان حوار تم يعني نقاشه مع فخامة الرئيس ومع الوفدين، لكن بقوله في المؤتمر الصحفي إن على حدودنا الثلاثة سواء كان على الاتجاه الجنوبي مع السودان أو الغربي مع ليبيا أو حتى دلوقتي مع إسرائيل وقطاع غزة، الحقيقة غير مستقرة وليها تداعيات كبيرة جدا، واتكلمنا ان دي كان ليها تأثير على خلال العشر 12 سنة اللي فاتوا وصل حجم احنا ما بنقولش عليهم لاجئين وما بيعوشوش عندنا في معسكرات، احنا عندنا
تقريبا اكتر من 9 مليون من الضيوف اللي نزحوا الى مصر نتيجه الازمات اللي موجوده في بلادهم، في اليمن، في ليبيا، في سوريا، في السودان، في جنوب السودان، من دول كثيره جدا. لكن المهم ايضا ان مصر كانت حريصه ان هي من سبتمبر 2016 ما يبقاش في مركب هجره غير شرعيه واحد خرج من مصر في اتجاه اوروبا، احتراما ومن منظور انساني واخلاقي ان احنا ما نسمحش ان الناس ديت تترم في البحر، وايضا ان احنا نكون سبب في المساس بامن واستقرار شركائنا في اوروبا. احنا تكلمنا باستفاضه كبيره جدا عن الاوضاع في غزه واهميه الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد آلية لإدخال مزيد من المساعدات للقطاع، وأيضا إطلاق سراح اللاجئين، وأيضا ما بعد الحرب. وأنا بقول هنا يعني في المؤتمر الصحفي ده إن مهم جدا جدا إن أوروبا تقوم بجهد كبير في هذا الأمر خلال هذه المرحلة من أجل يعني تشجيع الأطراف أو الضغط على الأطراف. إحنا من جانبنا في مصر بنبقى حريصين قوي ان احنا نقوم بدور ايجابي كبير سواء مع الفلسطينيين حماس تحديدا، طبعا بالتعاون مع القطريين ومع الولايات المتحده الامريكيه، لكن مهم ايضا ان اوروبا ليها ثقل كبير جدا جدا، ومهم قوي ان هي خلال هذه المرحله المهمه ان يبقى في قوه دفع اضافيه حتى نستطيع ان نصل الى اتفاق يحقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. وأنا بسجل مرة تانية هنا فوق عن 40,000 تم سقطوا في هذا الصراع، تلتينهم من النساء والأطفال، وأكثر من 100,000 مصاب، علاوة على أن القطاع بيتم استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين. ده أمر خطير جدا جدا، وبالمناسبة ده كان ليه تأثير كبير جدا على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان اللي احنا بنتكلم عليها بقالنا سنين طويلة. كان ليها تأثير كبير قوي، لأنها الحقيقة ده كان يعني انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وعلى مرمى ومسمع مننا كلنا وما قدرناش نعمل حاجة. مرة تانية تحدثنا أيضا على بعض الموضوعات الخاصة بأهمية استعادة الاستقرار في المنطقة في دول زي السودان وزي ليبيا وبقية الدول، حتى يعني حالة الاضطراب اللي موجود فيها الإقليم تنتهي وتتراجع، وأيضا إن لا تنزلق المنطقة لاضطراب أكتر من كده أو يتسع الصراع فيها أكتر من كده في الضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وغيره. أختم كلامي إن إحنا تحدثنا أيضا على موضوع مهم جدا إحنا بنضع في أولوياتنا، هو خاص بملف مياه النيل وتحديدا سد النهضة والتفاوض مع أثيوبيا فيما يخص الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وبقول ان احنا اكتر من 10 سنوات واحنا يعني بنحاول نصل الى اتفاق طبقا للمعايير والقوانين الدوليه للمياه العابره او الانهار العابره للحدود. وبقول هنا لينا كلنا عشان يبقى واضح ان مصر ليست لديها وسيله اخرى للمياه غير نهر النيل اللي بقاله الاف السنين بيتحرك بلا عوائق. مرة تانية برحب بيك فخامة الرئيس وبالوفد المرافق ليك، وسعيد بوجودك معانا في مصر، وأيضا أنا سعيد بشخصيتك الرائعة والساحرة اللي دايما منذ التقينا في برلين وأنا بسعد بيها. بشكرك وبرحب بيك مرة تانية وتفضل.